لكن في النهاية زي ما بقول لحضراتكم دايما، كلاعب لازم تبذل المجهود اللي انت تقدر تعمله. النتيجة دي دايما بتبقى بتاعت ربنا مش بتاعت حد. احنا نتمنى ان احنا نكسب، ودايما كل لاعبتنا عايزين يكسبوا، بدليل روح الفانيلا الحمراء اللي حضراتكم شفتوها في الدقيقة الأخيرة من مباراة المحلة، بدليل ان بعد ما الهدف دخل، في هدف التعادل في مباراة المحلة دخل في الدقيقة 94 وشوية، رجعنا في الدقيقة 95 ولا 96 أحرزنا هدف الفوز في مباراة المحلة. ممكن لا قدر الله ما كانش يحرز، ولكن أنا بتكلم على الروح، على اللي احنا عايزين نعمله، على الثلاث نقاط اللي احنا بنلعب عليها لغاية آخر دقيقة. لو كان في بعض أثناء المباراة في بعض الهبوط في المستوى، ولكن في نفس الوقت في الدقيقة الأخيرة تمثلت روح الفانيلا الحمراء في الدقيقة الأخيرة في مباراة المحلة. وإن شاء الله إن شاء الله بكرة تريحونا بقى من بدري لعيبة النادي الأهلي، إن شاء الله ما يبقاش في حرق أعصاب لنهاية المباراة، ولكن كلنا ثقة كبيرة جدا جدا في كل لعيبة النادي الأهلي وفي جهازهم الفني إن هم يستطيعوا إن شاء الله أن يفوزوا في المباراة إن شاء الله ستة على التوالي، وربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة.